فوي، يصرخ لاعبو كرة القدم على بعضهم هنا لتفادي الحصول على فاول في الهجوم أو الدفاع. قد يبدو الأمر بسيطاً، لكنه توافق عصبي حركي عند كل لاعب كرة القدم من أصحاب الإعاقة البصرية الذين لم تمنعهم إعاقتهم عن لعب كرة القدم. وعندهم كلمة لازم يقولها المدافع، فريق اللي يهاجم واللي يدافع لازم كلمة فوي على مود ليه يصطدم باللاعب، وإذا ما قال فوي واصطدم يصير فاول عليه. نادي كرة القدم هذا في العراق له قصة يرويها مؤسسه عثمان الكناني الذي فقد بصره في ريعان الشباب، لكنه لم يفقد شغفه بكرة القدم. أنا بديت هذا المجال متأخر، فقدت بصر عام 2008، لما دخلت هذا المجال حبيت أخدم هاي الشريحة بكل الأشياء اللي كنت أعرفها. فقدت بصر عام 36، من ضمن هالأشياء هي كرة القدم اللي كنت أنا أعشقها ولا زلت أعشقها. عثمان أنشأ أول فريق وطني لكرة القدم للمعاقين بصرياً في العراق، والذي اعتمد قبل نحو عامين، وحاز الفريق على منحة من الكرات الخاصة وأقنعة الأعين، ثم تابع التدريب وخاض مباريات ودية استعداداً لبطولة المغرب الدولية. ماكو أي تردد ولا أي خوف، جينا هنا حتى نتمرن ونتعلم ونتحدى كل العقوبات، بل نصفطها واحدة فوق الثانية ونصعد فوقها. وعن طريقة التدريب يقول مدرب الفريق إن الأساس في خلق تناغم بين حاسة السمع والاستجابة الحركية كي يتمكن اللاعب الكثيف من مواصلة اللعب دون إيذاء نفسه أو إيذاء اللاعبين الآخرين.